فيلم اللي انا فاكراه كان فيلم دهب، بطولة فيروز وانور وجدي، وكنت بحب قوي كل الرقصات اللي كانت بتعملها فيروز، كانت نجمتي المفضلة في السن ده. تعريفي للحب، الحب اصله في اشكال كتيره قوي للحب، وهو البني ادم ما يقدرش يعيش من غير حب، كل واحد بقى بيشوفه بطريقته. اصعب حاجه في الامومه هي كلها صعبه، مش حاجه واحده، هي حاجات كتير باكج. الكلمه نفسها صعبه، امومه، لان هي ما بتخلصش، يعني بتخلص لما الأم بقى بتموت، لكن من ساعة ما بتخلفي لحد ما تطمني على ولادك، وبالتالي عمرك ما بتطمني لأنك طول الوقت بتفضلي قلقانة، ما بتخلصش. أجمل حاجة في الأمومة هي مش حاجة واحدة، هي برضو حاجات كتيرة قوي. هو باكجز الأمومة ليها برضو وجوه كتيرة قوي، زي الحب. الأمومة حب، اهتمام، بس هي يعني الأمومة بتخليكي دايما قلقانة ودايما متوترة ودايما خايفة على ولادك. مش عارفة، سؤال صعب قوي على فكرة. بجد.